خلينا نروح نشوف كده تقرير تصريحات لبيكم ونرجع نكمل. طبعا رجعت لبيتي زي ما انت بتقول، وانا فرحان جدا ان انا قدرت ارجع بيتي تاني بعد سنتين تعبت فيهم وحاربت عشان ارجع بيتي وابقى قد المسؤوليه. انا طبعا واحد من ابناء النادي قبل اي حاجه، وانا فخور ان انا موجود في النادي الاهلي. يمكن انا في النادي الاهلي من وانا عندي 8 سنين 9 سنين. يمكن والدي بصراحه تعب معايا في السن ده لحد سن 15 سنه. كنا بنروح نتمرن 3 ايام في الاسبوع من المنصوره للقاهره، كان معايا موجود كل الثلاث ايام دول، بيوصلني وبيجيبني لحد ما قعدت في الاستراحه، استراحه الناشئين في مدينه نصر، لحد سن 21 سنه، لحد سن اول حاجه 18 سنه طلعت اعاره حرس الحدود، ورجعت السنه اللي بعدها قعدت سنه كمان في النادي وطلعت اعاره تاني وادي دجله، كانت سنه بس. بعد 6 شهور وادي دجله خلاص اشتراني يعني من النادي في صفقه محمد محمود، ويمكن بعدها عدى سنه ونص كمان ورجعت بيتي. يعني طبعا انت بترجع من النادي الاهلي وبتخرج من النادي الاهلي عشان تثبت نفسك اكتر، لو انت ما خدتش فرصه جوه النادي فانت بتحتاج تلعب في اي نادي تاني عشان ترجع بيتك تاني، عشان المكان اللي انت مولود فيه واللي انت بتحارب عشان تبقى موجود فيه، ومكان اي لعيب في مصر دلوقتي او في افريقيا او في العالم يتمنى يلعب طبعا في النادي الاهلي، نادي كبير. وانا بصراحه حاربت عشان ارجع في النادي. انت لو مالكش مكان جوه النادي، لو ما بتشاركش، لو ما فيش فرصه انك تشارك بصفه اساسيه في النادي الاهلي، طبعا لازم تطلع اعاره بالنسبه للعيبه اللي موجوده في النادي، لازم تطلع اعاره تجرب سنه او اتنين. انت لو بصيت دلوقتي معظم اللعيبه اللي موجوده في النادي معظمها كانت في النادي وطلعت اعارات ومشيت ورجعت تاني عشان اجتهدت وتعبت، وانت في الاول والاخر ابن النادي، غيرك غير اي حد تاني بتبقى متربي على حاجات معينه وتمارين معينه وحاجات جوه النادي، لما بيقارنوك بحد تاني لو انت نفس المستوى وحد من ابن النادي غير حد تاني متربي بره النادي فبيختاروا ابن النادي طبعا. يمكن بدات بعد بطوله افريقيا بتاعت المنتخب الاولمبي، بدات مع كابتن امير توفيق، كان فاضل مكان واحد في القايمه في الانتقالات اللي بعد البطوله دي، جابوا بادجي، ويمكن كابتن امير قال لي عشان ما فيش مكان تاني فان شاء الله تبقى موجود معانا في الموسم الجديد يعني ان شاء الله. انا يمكن ما كنتش عامل حسابي من قبلها ان انا يعني كنت تعبت سنه ونص وبتاع، بس ما كنتش فاكر ان هي هتجيلي دلوقتي، فيمكن مكالمه كابتن امير طمنتني شويه وخلتني اشتغل على نفسي واتعب اكتر، عشان خلاص ال6 شهور دول لازم اعملهم كويس. مش معنى المكالمه اللي هو خلاص انا موجود في النادي، ممكن ابقى وحش ال6 شهور اللي بعد كده وما ارجعش النادي، بس انا حافظت على مستوايا واديت مع دجله بشكل كويس، ويمكن دلوقتي دي النتيجه. يعني رسالتي للجماهير اول حاجه ان انا واحد منكم قبل اي حاجه، انا من وانا صغير بحضر الماتشات في الاستاد وكنت معاهم في كل لحظه، يعني حتى من وانا في الناشئين كنا بنروح نتفرج على الماتشات في الاستاد، فانا بوعدهم ان انا ابقى قد الثقه بتاعتهم وان شاء الله يبقى الفتره كلها فتره بطولات. ورسالتي للاعبين طبعا الماتش الجاي لازم حياه وموت نكسبه، يعني ماتش بطوله طبعا. دي امل كبير ان احنا ان بيكم يرجع للاهلي تاني، لان هو اصلا ابنه طبعا. النادي الاهلي نادي بطولات، واي واحد اي لاعب يتمنى ان يخش النادي الاهلي، واحمد ابنه هو صغير طول عمره عايز يخش في نادي بطولات ويحافظ على مستواه من هو 9 سنين، واحنا تعبنا معاه وتعبنا ربنا الحمد لله جابه بخير وجابنا الحمد لله، يعني ما فيش فرحه احسن من كده. من سنه 2007 فضلت معاه لما هو عنده 16 سنه، لما دخل لما يعني بقى كويس، وكنت بروح باجي معاه وتعبت معاه، بس ربنا كلل تعبي بخير الحمد لله. رسالتي الاخيره ان هو يعني يجتهد في الملعب، ويعني لا مؤاخذه اقول ياكل في النجيل زي ما بقوله، يعني علشان يثبت وجوده للمدير الفني بتاعه وعلشان يحافظ على مستواه، وعايزين طبعا النادي الاهلي نادي القرن ونادي البطولات، وعايزين نفرح ان شاء الله في الاهلي بتتويج يوم 27 الشهر اللي جاي، شهر يوم الاحد اللي جاي، يوم الجمعه اللي جايه ده، يتوج بالبطوله والكاس كمان ان شاء الله.